السلام عليكم، معكم أمير، مرحبا بكم في قناتكم تريك برو. اليوم إن شاء الله جبت لكم إضافة جيدة لبرنامج ميسنجر، وهي عبارة عن إضافة تقوم بالترجمة إلى 10 لغات، وهي مفيدة جدا. للحصول عليها يجب عليك الدخول إلى هذا الموقع، ثم الضغط على ميساجيوز، ثم تختار ميسنجر. كما ترون تم تغليق لنا هذه النافذة. أول شيء تقوم باختيار اللغة التي تريد الترجمة إليها، هكذا تقوم ب نضغط على Change Language. مثلا أنا انظر، توجد الإيطالية، الإنجليزية، البرتغالية، الإسبانية، السويدية، الروسية، العربية، التركية، الألمانية، والدوتش، والفرنسية. مثلا أختار الترجمة إلى الإنجليزية، والآن أكتب في مسج الشيء الذي أريد ترجمته. مثلا صباح الخير، هكذا good morning. عندما نريد الترجمة إلى لغة أخرى أعاود الضغط ونقوم برفع ونضغط على change language. مثلا نختار الروسية، نقوم بكتابة مثلا صباح الخير أيضا. كما ترون يقوم بترجمتها إلى الروسية، وتستطيع قيام بكوبي واستعمالها في الدردشة. هكذا تستطيع الحصول على ترجمة فورية لكل النصوص التي تريدها، وهو حقيقة إضافة جيدة لفيسبوك. إن شاء الله يكون هذا الدرس قد أعجبكم، وفي درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم. ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وديروا سبسكرايب للاشين يوتيوب، وبقى لي نقول لكم ربي لاقينا في الخير إن شاء الله.